لا، هي الفعالية تأتي ضمن نشاطات تاء مبسوطة التي تهدف إلى تمكين المرأة السورية ودعمها لاقتحام سوق العمل الثقافي والفني، لأنه نحن الأساس أنه نمكن المرأة من ميدان عمل معرفي، والجانب الآخر أيضا أنه نحن نشاطاتنا تكون تتطلب من المرأة الخروج إلى الفضاء العام، يعني تكون على احتكاك مع الخارج، تتأثر وتؤثر بمحيطها، ما أنه يكون هذا النشاط ضمن بيئة مغلقة وحيطان مسكرة. بهذا الإطار إجا هذا المعرض تتم لنشاطات سابقة. نحن كنا سبق وعملنا ورشة كتابة إبداعية، ورشة تدريب أو تعليم لغة الإشارة، بمعنى كيفية الترجمة من الكلام المنطوق إلى لغة الإشارة. هاي الورشة تحديداً عرفتنا على مستهدفات محتملات لهذه الورشة، فقلنا أنه بدنا نقيم ورشة تصوير ضوئي لفتيات لديهن إعاقة ما، على ألا تعيق الإعاقة أنهم يمسكوا كاميرا. وبالفعل قدمت مجموعة من الصبايا وكان لديهم شغف كبير بهذه الفرصة، بهذه الإمكانية، ويعني وتابعوا والتزموا ونزلوا على الشارع وصوروا وقدموا، يمكن مثل ما كنتوا شايفين، وجهة نظر هيك طازجة تجاه مواضيع يومية يمكن كنا نحن كل يوم بنمر فيها وما بنشوفها. هلا بتعرفي، بعتقد انه اول شغلة النساء هن الاكثر تضررا بالحالات العادية، بالحرب بيصيروا الفئة الأكثر هشاشة وتضرر، فبالتالي طبيعي أنه نتوجه للنساء بخدماتنا. بعتقد أنه النساء هن رافعة التقدم، رافعة المستقبل، لأنه هن كقوة عاملة وكمسؤولات عن أجيال إذا بدك، لأنه قد ما كان المنزل يؤمن بالعدالة، بالمساواة، بحقوق المرأة، لكن بالحقيقة بآخر النهار المرأة عليها مسؤولية أكبر تجاه تنشئة جيل قادم. فأنت لما بتخاطب المرأة، بتأهلها، بتزيد معارفها، أنت بتكون عم بتحصن مجتمع، إنه هدول الصبايا بيعلموكي. فهو درس لمن يعتقد نفسه إنه هو يمتلك كل الحواس. يعني تاني شغلة إنه ما في شيء مستحيل، وليكن عم بيتنقلوا، بيروحوا، بيعملوا، بيصوروا، وبعضهم عنده إعاقة حركية، يعني كانت حركتها البنت فيهم صعبة فعلا يعني، مع ذلك نزلت واختارت مواضيع شديدة الرقة والرهافة. طبعا كتير مهم، وهذا الشيء يعني أولا جمعية تاء مبسوطة بالمبادرة الإنسانية الكبيرة اللي عملتها في سبيل تمكين المرأة بكل، خلينا نقول، بوضع الاجتماعي المختلف، بحالتها النفسية المختلفة، عم تسعى لأنه تمكنها من خلال إيجاد نشاط بيساعدها على أنه تلاقي نفسها بالمجتمع وتلاقي نفسها بالحياة وتقدر تعمل شيء تحس بقيمتها كإنسانة وك يعني عضو فاعل بالمجتمع. اليوم هذا المعرض اللي عم نشوفه يعني بالحقيقة بعد تأمل طويل للوحات الموجودة والصور الموجودة، لا يقل هاي اللوحات من ناحية الرؤية الفنية ومن ناحية الخيال اللي موجود عند الصبايا، لا يقل أبدا عن أي حدا يعني متمرس وعم يشتغل بهاي المهنة من سنوات طويلة. أكيد يمكن لاحظوا أنه كل العارضات هن متدربات في الدورة، يعني هن من العنصر النسائي، بيعود الفضل هذا أكيد لازم نقوله لجمعية تاء مبسوطة، هي اللي بتهتم بشريحة النساء وتأهيلهم وتدريبهم ضمن يعني نظامها أو مبادئها الجمعية. هلأ موضوع الدورة كان هو تعليم التصوير الفوتوغرافي وكيفية التعامل مع هاي الكاميرا. كل الدارسات هن من أصحاب الإعاقة، في إعاقات متعددة، في بصرية، في سمعية، في حركية، فمن أصحاب الإعاقة السمعية هذا من تخصصي أنا كوني أنا خبير بلغة إشارة الصم،
ومذيع له الإشارة، فكنا عم ندربهم على كيفية التعامل مع الكاميرا. طبعا هذا الحكي استمرت الدورة لحتى حفظوا كل أجزاء الكاميرا وكيفية التعامل معها، بدل ما بنعرف أنه كل كاميرا إلها يعني أجزاء، إلها عيارات، إلها كل هذا الحكي لحتى أتقنوه تماما. كانت بالنتيجة أنه أنتوا بعد ما خلصتوا رح يكون فيكم معرض أنتوا اختاروا اللي حابين تقولوه،